إذا نقوم بتصحيح الجزء الثاني، كتلة شخص هي 82 كيلوغرام، أحسب شدة وزنه بي زيرو على سطح الأرض، حيث أن بي زيرو هي 99. إذا بي زيرو تساوي ماذا؟ إذا شدة الوزن على سطح الأرض تساوي الكتلة إم في جي زيرو، ونعوض عندنا الكتلة هي 82 كيلوغرام، ونضربها في 9.81 والخارج بالنيوتن. إذا كل واحد يحسب هذا الشيء هذا، نعم. إذا ندوز الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني، أحسب شدة وزنه بي اش على الارتفاع اش، مع العلم أن عندنا الارتفاع اش وعندنا معطيات، عندنا كتلة الأرض، عندنا جي ثابتة التجاذب الكوني، وعندنا ار. إذا حنا على الارتفاع اش شنو خصنا؟ خصنا شدة الوزن، خصنا شدة التقالة. إذا شدة التقالة هي جي اش، إذا نحسبو بي اش، بي اش يعني شدة الوزن على سطح على ارتفاع معين، كتساوي الكتلة في جي اش. خصنا نكتبوها، نكتبو ام جي اش. عرفنا نحسبو جي اش، شنو هي الطريقة اللي عندنا في الدرس؟ إذا نديرو ام و جي اش هي جي زيرو في ار أس 2 على بين قوسين، نكتبو على ار أس 2 هي 2، ونحلو القوس وغادي نديرو هي ار زائد اش الكل أس 2، يعني إذا داك القوس، نحاول نصور القوس مزيان، هادي خصنا نحسبوها. صافي، كاينه طريقة حسابية هي هادي، ثم نعوض ار شحال هي 6400 كيلو متر تحول للمتر، وتعوض كل شيء داكشي. إذا هذه طريقة، وتحسب مباشرة الخارج بالنيوتن. مزيان، غنمشيو لكم تصبح شدة وزنه على سطح القمر. كم تصبح شدة وزنه على سطح القمر؟ إذا حساب بي ال يعني لو بوا سيغ لا لين. إذا غتعطينا هي كتلة الجسم، نفس الكتلة هي 82، وغنضربوها في شدة التقالة على سطح القمر. إذا نكتبو هادشي هذا، إذا نعطينا إم جي إل، والجي إل هاهي حسبناها، هاهي عندنا هنايا هاذي في المعطيات، هي جي زيرو على ستة. إذا برك إم جي زيرو على ستة، وإم جي زيرو راه كنا درناها الفوق، حسبناها هنا الفوق، إذا كنا درناها، إذا تساوي بي زيرو على ستة بطريقة أخرى. إذا غنديرو بعدا الكتلة هي 82 في جي زيرو هي 9.81 ثم على ستة. هذه طريقة. والطريقة الثانية شناهي؟ هي يمكن نديرو هي بي زيرو مباشرة على ستة. بي زيرو مين غنجيبو؟ هي اللي حسبت هنايا، نحسب قبل. إذا شكرا على اهتمامكم وتتبعكم لهذه الدروس، والسلام عليكم.